احنا بينضم لنا الاستاذ عادل الشيمي، زوج السيده المصابه في حادث الدرب الاحمر واللي ظهرت امام حضراتكم في الفيديو من شوي. يا استاذ عادل، مساء الخير واهلا بيك معانا يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك معانا. خلينا الاول نطمئن على صحه زوجه حضرتك ونعرف حالتها الصحيه وصلت لايه يا فندم. الحمد لله في حسن، كويسه الحمد لله. الحمد لله. طيب ارجع مع حضرتك لوقت الحادث واعرف حضرتك كنت متواجد فين بالظبط وقتها؟ انا كنت في المنزل حضرتك. سمعنا صوت الانفجار فروحنا شفنا طبعا الحاله ونقلناها المستشفى، وفي المستشفى قاموا بالواجب يعني ولحقوا الحمد لله. هل حضرتك كنت مستوعب ما حدث؟ يعني لما سمعت صوت الانفجار كنت تعرف حضرتك ان زوجتك كانت بتمر في الشارع بالصدفه في هذا التوقيت؟ لا يا فندم. جاتني عن طريق مكالمه تليفونيه. فقالوا لك ان زوجة حضرتك يعني مصابه. ايوه. تمام. طيب يعني دلوقتي ممكن نعرف برضو التفاصيل، الجانب بقى الصحي لزوجة حضرتك، ايه اللي عندها بالظبط ومفروض هتطلع من المستشفى امتى ان شاء الله؟ يعني مش عارفين هتصحى امتى ان شاء الله، يعني هي لسه محطوطه تحت الرعايه في الرعايه وبيبشروا لك. ربنا يطمن حضرتك عليها وان شاء الله تقوم بألف سلامه وترجع لكم مره ثانيه. انا بشكرك يا استاذ عادل، شكرا جزيلا.